انا باجي على 4 الصبح على 5 الصبح بلاقي نقص في البضاعه وبقدرش اتهم حدا، والبلديه في عندها حارس بس في اهمال، يعني الحارس يلا مش بيساعد حاله، وفي جاري برضه بهذيك المنطقه برضه انفقد له من الخضار من الفاكهه، مين بكيم الله بيعلم. ودنا لهم ورقة، يعني كتبنا إنه مطالبنا إنه منطالب بحارس أو بحارسين إنهم يديروا بالنا يديروا على الخضار وعلى الفواكه ومنها أموال البلدية، ليش إن إحنا بنص البلدية قاعدين، فإنه يعني نسرق إشي من هذا مش معقول هذا الحكي. ثاني يوم على البسطة لقيت اللمبة مكيوم من عندي، سألت جيراني بقول وين اللمبة؟ قالوا بنعرفش. فجأت رحت على الثانيين يعني أصحاب اللي هين ولكونوا نفس الشيء، ثاني يقول لي أنا مسروق اللمبة وهذاك مسروق اللمبة وهذا يقول لي مسروق اللي عنده 10 كيلو بكادو، يعني في عملية سرقة بتصير قاعدة كل فترة بتصير عملية سرقة. بصير عندنا سرقة طبعا، احنا بنروح من هون الساعة 9 بالليل، بعد الساعة 9 بالليل بيجوا بعض الناس يعني من الشباب من هون صغار كبار، هذول زي بسموهم متشردين بالشوارع، بفوتوا على السوق بسرقوا بضاعة بضلهم طالعين. في صلى فترة زمنية والأيام اللي تصير فيها سرقات أما يكون فيش هناك تنسيقات أمنية تكون بالليل خاصة يعني الساعة 2 بعد الساعة 2، وهذا اكتشفته ملمسته يعني بإيدي أنا وشفت بعيني يعني، ومسكت عدة ناس وسلمناهم للشرطة. تفاجأنا اليوم إنه صار في سرقات، هي مش يعني هي جديد وقديم الشغلة اللي صارت، يعني حتى من فترة أنا 3 سيارات كمان اليوم نفس الوقت برضه في شاب كان ينزل من الخيلة فيش يا دوب بس دقيقتين غاب ورجع ما لكاش ربطتين ملوخية، وهنا عند الشاب برضو لمبة وإحنا قبل فترة نيون والشاب هنا لمبات وفي جوا لمبات. تفاجأ اليوم إنه في شاب انسرق له بكادو وفواكه وشي، فالشغلة خطيرة هاي. إحنا يعني نطالب البلدية وإحنا كالمسؤولين مش البلدية، إحنا بحاجة لحارس وإحنا مكفلين إن ندفع أجر أسبوعي كل أسبوع بس بشرط البلدية توفر لنا هذا الإشي.